ما شاء الله تبارك الله، اللهم صيبا نافعا وعما بنفع البلاد والعباد، أخرجنا من صلاة المغرب. ما شاء الله الخير، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طبعا المطر الآن في أم الكتاب، هذه المناطق الثانية الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. إهداء إلى علوم البراري ومطار أبو عبد الله المتابعين الكرام. اليوم الثلاثاء 11/1/1444 مكة المكرمة، أمطار خير وبركة، اللهم صيبا نافعا وعما بنفع البلاد والعباد. محدثكم ومحبكم مهند الراجحي. هذه البحيرات النخيل سبحان الله العظيم، ولا قطرة زي ما انتم شايفين، لا اله الا الله، لكن البارق فوق الله يجيب الخير. المطار تقريبا 70 متر ولا 100 متر عند السيارة هذه، بس الله يجيب الخير، الله يجيب الخير. طبعا المطار كله في الشوقية، طريق الدار الرابع، طريق مكة جدة القديم، المناطق الوسطى والغربية والشرقية ما عندي خبر فيها، لكن الغرب ما شاء الله تبارك الله على خير، ما شاء الله تبارك الله، ولا زال خير مستمر لنا الآن في شارع الحج بإذن الله أنه مستمر معنا لين بكرة، نقول يا رب يا كريم. طبعا بكرة وبعده بإذن الله إلى 15 يوم قدام، نقول يا رب. عموما ترى الأجواء فيها غبار، يعني ما تبان معانا إلا في القزاز، إذا مسحنا القزاز يبان الغبار. ما شاء الله تبارك الله، باقي الخير مستمر. هذا الدائرة الثالثة الجديد، وهذا شارع الحج، برج الساعة. أبي أدور المكان كذا أقعد فيه، يلا نغير المكان، وين الزحمة؟ سيارات ما شاء الله، والأجواء القريب الله يحييه، والبعيد يمرح في بيته. هذا الطريق الدائري الثالث، وهذا طريق المدينة النورية، وهذا هنا برج الساعة. الله عليه ولا حركة، يا قمر يا نوم العوافي. السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. اليوم الجمعة 14 محرم، مطرنا بفضل الله ورحمته، واضح ولا لا؟ اسمع اسمع الرعد، لا اله الا الله، اللهم صيبا نافعا وعما بنفع البلاد والعباد. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، لا اله الا الله. شوف السحاب الخضر، السحاب الخضر هذا، تبارك الله، زاد الخير زاد الخير. هذا بغى الترويشة فوق، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. نطلع السطح أحسن، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله. شو منظرها رهيب، السحابة هذه سبحان الله العظيم. السحابة اللي تفرقت قبل شوية، شوف هذا جزء منها، ورجعت مرة ثانية اجتمعت. أول ما كان في هواء، الآن في هواء، هو بارد بارد لك مع رطوبة. شوف شكل السحابة، لا إله إلا الله، شوف هذه كيف تشكلت مرة ثانية، سبحان الله العظيم، تقول انطلي خروف، سبحان الله.
شوف صغرت السحابة هذه، هذه كبرت. لا إله إلا الله. يلا خلصها. تيمو هاي هاي، يلا يلا وجبتك عندك الحين. العافية حبيبي. شوف رجوع سبحان الله. تعال الله تبارك ما شاء الله تبارك. يلا كلك عندك هنا. شاطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اليوم الجمعة 14 محرم، هذا الخير ما شاء الله تبارك الله. اللهم صيبا نافعا وعمدنا في بلاد العباد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أبو يزيد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. لا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. شوف 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 شوف